اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد مع منير مرة أخرى من العاصمة الإسماعيلية مكناس، وهذا المرة في حالة إنسانية لمسنة يتجاوز سنها 60 عقدا. هاد السيدة اللي اليوم اتصلوا بنا عدد من الجيران وعدد من الناس تواصلوا معنا باش نجيو ونوصلوا الصوت ديالها ونوصلوا الحالة ديالها اللي كتشوفوا معنا الآن. احنا أمام الجراج اللي كتعيش فيه هاد السيدة هادي، فمن بعد ما وقعت لها هرس كسر على مستوى الحوض ديالها، الآن أمي سعيدة لا حنين لا رحيم لا أولاد لا زوج لا حتى شي حاجة، كتعيش المعاناة وحالة مأساوية. مريضة مسكينة عندها يعني عندها عدد كيوقع لها انهيار عصبي، وهو اللي كان السبب في هذا الكسر اللي وقع لها على مستوى الحوض ديالها. الآن هي في حاجة لعملية جراحية مستعجلة، وكذلك كما كتشوفوا هذا الكراج اللي هي كتعيش فيه الان، هذا الكراج اللي كتشوفوا فيه دابا هذا كارينو لها غير الناس، الجيران هنايا في حومه في حي الاناره هنا بالعاصمه الاسماعيليه، ومكانس فين جا بالضبط اللي هو كي دار الضو سابقا. هاد السيده بالقرب من المسجد، الرقم ديالها هو اللي موضح في العنوان. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هاد الحالة ديال أمي سعيدة حالة خاصة، وغادي نخليكم مع أمي سعيدة اللي غادا تقربنا من هاد الحالة ديالها وتعطينا تفاصيل على دائما مشاهدينا كنعتذروا على هاد الانقطاع الخارج عن الإرادة ديالنا. أمي سعيدة قول لنا شنو واقع عليك بالضبط وكيفاش وصلتي لهاد الحاله هادي. غادي يعني واخا كاين واحد الصعوبه في الكلام ديالها، ولكن غادي نحاولوا نسمعوها ونعرفوا الحاله المأساويه اللي كتعيشها أمي سعيدة اللي يعني هي في اردل العمر كما كنقولوا 60 سنه، ف يعني هي الان كتطلب فقط العلاج وكتطلب باش تعيش هي وهي وبوحدها مسكينه لا حنين لا رحيم. نعم لا قربي الميكرو عندك شويه عافاك. العمليه وكيفاش وقع لك امي سعيده؟ عاود لينا بعدا، حنا عرفنا خاصك العمليه، ولكن عاود لينا كيفاش وقع لك، كيفاش وصلتي لهذه الحاله هذه؟ كنت ولي ما عنديش حي، كنت نعم نعم عندك كنتي مزوجة قلتي لي؟ كنت مزوجة مطلقة، بقيت با وامي الكبارين مني ماتو وتهب. ويعني بغيت نعرف اكثر امي سعيده ونقربوا المشاهدين ومتابعي قناه شوف تي في من الحاله ديالك، لانه صراحه حاله ماساويه، وهذا الشيء اللي لاحظناه وهذا الشيء اللي قالوا لنا حتى الناس اللي يعني حتى الناس اللي ساكنين هنا في الجنب ديالك اللي هما اللي كيرعاوك وهما اللي كيتكلفوا بيك، مجموعه ديال الاخوات هنايا اللي جاراتك هنا مساكن اللي عارفين الوضعيه ديالك. أخوات وجيران جاري مكلفين ليا غير عايش ليا، حتى كنعرف كيسدو ليا بحال سير أجرهم لله. نعم أمي سعيدة، كنتي عايشة فين؟ كنتي عايشة قبل ما توصلي لهاد الحالة هادي؟ مع كتكري راسك وكتسكني راسك. عندك شي عائلة؟ عندك شي خوت؟ كاين شي حباب؟
حتى واحد ما كاين. عندي خويا واحد جبور قلت له مسلم اختك اورماني ما عقلش عليك وتحاني وولادي راه في هذا دوار ميكا في الحي. نعم كنشوف شويه كاع كيدير التاوي هاكا بقليلي نتخلي لا لا خا واحد الدنيا مشاهدينا الناس اللي كيشاهدونا الان واش الصوت مزيان الاخوان عافاكم جاوبوني واش كتسمعونا الصوت ديالنا مزيان كتسمعوا امي سعيده مزيان جاوبونا عافاكم في لي كومونتير مي سعيده فايتك درتي الحديد ما باقا ما درتش باقا ما درتيش لا باقا ما درتش باقا الله كنتمنى المحسيني يتلون لي الحديد شنو الطلب ديالك نطلب هاد الحديد والسكره ونجبر وخواتي القضيه كامل اذا انت بغيتي اللي يساعدك باش ما قسم الله باش باش وغنطرح لك السؤال اللي كنت طرحته عليك قبل مي سعيده واش بغيتي تمشي للخيريه لا يا فايت لك مشيتي ليها مشيتي دار العجزه عرفتي دار العجزه خيريه راه هي دار العجزه نعم عارفه تاكلي وتشربي والتطبيب قالت لي لا عندك خوك ما رقبتوش ولحقتني ولحقتني قلت لي عندك خوك لا ما تعيش معانا يعني كم من سنة قلت رقبتك قلت لي لا شحال انت في هذا الكراج هذا؟ شحال انت في هذا الكراج؟ كنا في الكراج كنا في عام هذا ونشي هنايا في هاد الحالة هادي والناس هما اللي مكلفين بك الله الله واخا كملي لنا كملي لنا المهم شي عاودي لنا الواقع ديالك عاودي لنا كيفاش وقع ليك كيفاش طلقتي كيفاش يعني كان كريم كان كريم اللي عرفني كيدور معايا اللي ما عرفتش كان مشينا وعندك عندك كيجيك حتى انهيار عصبي ها كيجيك حتى انهيار العصبي هو قال هو السبب اللي خلاك انك عصب فيا من الصغر ديالي فيا في المعدة في القلب عندك العصب في القلب في القلب الله الله عندي عصب في القلب كان فيا من الصغر ديالي وخدت مشكك وخاك وكانت بكيت عليا حتى حاجة وفاش تزوجتي كان بقى فيك الماء بقى شادك المرض بقيتي كطيحي بقيتي كت لا واخا جبت لا طريح حتى حاجة على قولة الله أكبر على قولة الله أكبر ديالك والله ما يمشي لك كتبكي والله الا القص قرب الميكرو عندك قرب يعني زعما دابا واخا نقومو بغينا زعما نقومو بتدخلات ولا نسولو الناس عندنا كاين الحمد لله كاين مجموعه ديال الاخوان هنا في مكناس اللي ممكن نعم خلي الميكرو نعم
نعم. ما يقول لك الأجمل. نعم. أدق على المرأة. يعني المرأة أدق عليها. فين يا سيد هذا السيد مو الدجاج؟ راهو عارفه. إبراهيم نقول له إبراهيم. إبراهيم. السيد اللي تواصل معنا السي إبراهيم اللي تواصل معنا هو مجموعة ديال الإخوان كيقوموا بواحد المجهودات كبيرة، هما اللي كراو لك هذا الكراج هذا، هما اللي كراو لك هذا المكان اللي كتعيشي فيه الآن، يعني بهذا الشيء اللي قسم الله دابا مدة سنة وأنت كتعيشي هنايا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فالصورة كتوضح بجلاء وبوضوح المعاناة اللي كتعيشها هذه السيدة هذه مسكينة. ف الله يكون بها، وكنتمناو ان القلوب الرحيمه والناس اللي كيشاهدونا واللي كيشافوا واللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا ان كل شيء بارطاجي، كل شيء بارطاجي الاخوان. نحاولوا انه نشاركوا هذا البث المباشر مع عدد كبير ديال الناس، على الاقل حتى لما قديناش نساعدوا فراه دالوا على الخير كفاعله. دخل السيدي ابراهيم، اعطيه الميكرو عافاك. تفضل السي ابراهيم، ريح تمايا عافاك. نعم السي إبراهيم. نعم. عاود لينا على القصة ديال أمي سعيدة وقربنا، يعني كيفاش. قلب 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 الميكرو عندك. لا الآخر الآخر قلب 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 بحال هكاك مزيان واخا. عاود لينا القصة ديال أمي يعني أمي سعيدة واللي أنتم دابا عرفتوها وعاشرتوها يعني مدة طويلة، هذه عرفتوا القصة ديالها، عرفتوا الواقع اللي كتعيش هاد السيدة هذه مسكينة. فشنو ومن خلالكم بعدا كنقول لكم شكرا على المبادرة اللي قمتوا بها. نعم سيدي تفضل. هاد المرأة مسكينة مدة ديال دابا تقريبا شي ثلاث سنوات. شي ثلاث سنين تقريبا هاد المرأة هادي دابا وهي كانت هاد الحالة مسكينة. المحسنين هما اللي دار فيها خير. قرب الميكرو عندك عافاك. كيجيبوا لها ما تاكل وكيجيبوا لها ما تشرب، ولكن الدوام هذا. ودابا توسطت لواحد العملية ديال 2 مليون ها الحديد. مسكينة ما صابش اللي يقوم لها بالواجب، ما صابش اللي هذا. دابا خلاص راه الله تعالى هو اللي غيتكافى مع المحسنين ودادوا على الخير كفاء. هاد الناس هي بعض الأخوات مساكن ساووها في الكوش وساووها في الماكلة وساووها في الشريط. بعض الناس يعني قالوا بالواجب، ولكن دوامها من وسط العملية فلوس بغيت تجمعها. دابا مسكين هاد الوراك هادو ديال هادو مشاو لها، ودابا طلبها الطبيب الحديد هذا خصها المحسنين اللي يقوموا بالواجب وداكشي هذا. والناس شحال قدهم مساكين يقاوموا شحال قدهم. دابا مدة سنة تقريبا وانتم كتخلصوا هنا. دابا 3 سنوات. اها. والكرا كيتخلص لها فوق السايج. ودابا مسكين هاد المحسن هذا هو اللي عطاه هاد المحل وقال لها انت فيه حتى نموت انا وتموت انت. ودابا راه توفى هو، ولكن هي دابا مسكينه باقا لوراتها. واش غتبقى ساكنه ودنيا هنا في المحل؟ وربما غدا يقول لها خرجي تمشي بحالاتك ولا شي حاجه. شكون اللي غيخلصها الكرا وشكون اللي غي. كاين واحد الناس الجمعيه الله يجزاهم بخير كيعطيوها 6000 في الشهر. ما كافياش ما كافياش. نعم نعم. الدواء عندها مرض مزمن 6000 قل 200 في الشهر. هذه الحياه ديالها كلها 2915 كتوزن 15 يوم. 6000 قل 200 في الشهر. عاد سيدي الا خرجت تكري والمصاريف ديال الماكله والمصاريف ديال الشريب والمصاريف ديال بزاف بزاف ديال الامور. والناس راهم عياو الله يحسن العوان. دابا المحسنين هما اللي خصهم يعاونوا الشرار. وتحنا بدورنا هنا كنطلبوا القلوب الرحيمه وكنطلبوا من المغاربه، مغاربه العالم ومغاربه الداخل الوطن كذلك، مغاربه داخل الوطن او خارجه، باش يشوفوا من الحال ديال المي سعيده اللي ما عندها مسكينه لا وليدات ما عندها لا، يعني حنا انت سمعتوا حتى العائله وحتى الاخ اللي عندها الوحيد فهو يعني ما تنكر كما قالت هي والعهده تبقى عليها. فكما قالت انه ما ولا كيدور عليها وجهه. الله يحسن العوان حتى هو. شوف الله يحسن العوان، واش ما قدرش يتحمل حتى هو عنده ظروف والله اعلم، ما عرفناش شنو واقع ليه. لكن المهم الان امي سعيده فهي امنا كاملين وام مغاربه كاملين وام كل الناس اللي كيشاهدونا الان. كنطالبوا بانه الناس يكونوا يعني ومشاهدينا الكرام انهم يكرموا هذه السيده ويدعموها ويعني ويكونوا جنبها. فالرقم ديالها هو اللي موضوع عندكم في العنوان. كنتمناو انه تكون اتصالات ديالكم بقوه وبكثره باش ندعموا هذه السيده ونعطيوها يعني ولو ردوا لها ولو جزء
فكما كنقولوا هاد السيده هذه الان هي قصداتكم نتوما خوتي المغاربه، قصدات الناس اللي كيتشاهدونا الان. فنتمنوا انه يكون خير ويكون واحد التفاعل ايجابي مع الحاله ديالها، لانها محتاجه عمليه، محتاجه فين تسكن. فراه اللي بغى يدير الخير ها هي السيده قدامه. السيدة هذه يعني راه اجرها ما غاديش يتنسى عند الله، وحتى نتوما السي ابراهيم اجركم عند الله كبير، لانه تحملتوا هاد الثلاث سنوات بداكشي اللي باين واللي ما باينش. فالله لا يضيع اجر المحسنين، والله يجعل لكم في الميزان المقبول. وكنتمناو انهم يكونوا اطراف اخرى تدخل على الخط وتدعم هاد السيده هذه، وتا هما يديو معاكم النصيب من هاد الاجر ومن هاد يعني وهاد الكرام اللي كرمته هاد السيده. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كما تابعتوا معنا وكما سمعتوا من خلال هاد البث المباشر اللي نقلنا عليكم من العاصمه الاسماعيليه مكناس. امي سعيده، اخر كلمه ديالك اعطيها سيدي ابراهيم، اخر كلمه تبغي تقولي لنا، كلمه اللي تقولها للمشاهدين والناس اللي كيتابعوا. واخا كنعتذروا على هذا الانقطاع خارج عن الاراده ديالنا. لاله سعيده، شنو هي الكلمه ديالك الاخيره اللي بغيتيها باش نختموا هذا البث المباشر؟ وتوصل للمستمعين والمشاهدين ومتابعي قناة شوف تي في اللي كيشاهدونا الان على هذا المباشر هذا. اخواني مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، كنعتذروا على هذا الانقطاع ديال البث الخارج عن الارادة ديالنا دائما، وكما كتابعوا معنا وكما كتشاهدوا من داخل هذا الكراج اللي كتعيش فيه امي سعيدة واللي كتعاني من اعاقة جسدية. وكذلك هي ماشي اعاقة جسدية، لكن هي كسر كان وقع لها على مستوى الحلق اللي الان هي مقعدة، ما كاينة اعاقة، نعم وكاينه تحت اعاقه، وكاين مرض مزمن اللي هو العصب في القلب واللي كيسبب لها انهيار. ولا لاحظتوا حتى الهضره ديالها، راه فالهضره ديالها يعني كتخرج بطريقه شويه من تلعتمه، لان مسكينه عندها ذاك العصب كياثر لها على الجهاز العصبي ديالها ككل. لذا كنتمنى منه الناس اللي كيشاهدونا الان في هذا البث المباشر يبارطاجيو هذه الحاله الانسانيه المحضه، فكنطلبوا من الله. فمشاهدينا في نهايه هذا البث المباشر كنشكركم على التتبع ديالكم والتفاعل ديالكم الايجابي مع الحاله ديال امي سعيده، اللي كنتمناو ان الرساله ديالها توصل وانها تلقى القلوب الرحيمه. فالمغاربه الحمد لله ما غيبخلوش على هذه المهمه هذه اللي كتعيش بوحدها مسكينه، لا وليدها